مشاهدينا اليوم ببداية الأسبوع، أكيد بدي أتمنى لكم أسبوع كله نجاح، كله بسمة، كله موسيقى. اليوم كنت يعني أنا وسيقة دايما، ما بعرف اللي بيتابعوني عبر السوشيال ميديا بيعرفوا أنه أحلى شيء عندي بلش نهاري بالموسيقى. الموسيقى بتحدد أوقات مزاجنا، الموسيقى بتساعدنا لحتى يتحسن مزاجنا، يمكن نتذكر شخص منكون مشتاقين له، نقدر نعيش الذكريات. الذكريات اللي هي شغلة كتير مهمة بحياة كل إنسان لحتى يرجع هيك ياخد منا هالنبع للأمور والأوقات الحلوة ويقدر يحسن كل أيامه وكل أجواء. واليوم عم نحكي عن هالموضوع، وعم نحكي كمان عن الكوتشينج، هاللايف كوتشينج، التدريب يلي اليوم عم بيحل، يمكن ما رح نقول عم بيحل مكان العلاج أو التحاليل النفسية، ولكن عم بيكون شغلة مفيدة جدا، عملية جدا لكل الناس حتى يقدروا يحسنوا ببعض المشاكل يلي مرقت بحياتهم، يلي ما عم بيقدروا يتخطوها. أوقات كتير منعرف شو المشكل بس ما منقدر نعرف كيف نطلع من هالمشكل. أنا بدي أخذ رأي تينا بهالموضوع، لأنه تينا لايف كوتش حاليا، وأكيد عندها نظرتها بهالموضوع وعندها رأيها بهالموضوع. بونجور تينا. بونجور أمين. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير لكل المشاهدين. بالفعل مثل ما قلت رانيا، لايف كوتشينج بتعرفي حاليا it's one of the fastest growing industries بالعالم، ولسبب وحيد أنه النتيجة كتير سريعة، وما لها علاقة بالثيرابي، كل ميثود مختلف عن الثاني، والحلو فيه انه اتس فورورد ثينكينج، فالواحد اللي عنده هدف بده يوصل له، عنده حلم بده يحققه، عنده يمكن اشياء بشخصيته حابب يغيرها بتصرفاته مع اصحابه مع عائلته مع زوجه، فكل هالامور يعني مش ضروري يكون في مشكل اساسي، حتى مشكل اساسي وفيها تكون اشياء كثير صغيره وفيها تكون اشياء عميقه كمان، بس الحلو انه كيف الواحد يقدر يوصل يمشي لقدام ويوصل للهدف تبعه 100%، وهيدا يلي بخلي الامور تتحسن دغري، يعني النتيجه سريعه جدا. مزبوط. نحن رح نحكي اليوم بفاميلي عن فاميلي كوتشينج كمان مع دارين داوود، اللي هي عن جد عم تشتغل بشكل كثير حلو مع العيال، تخطوا مشاكل بسرعه. حلو كثير موضوع الفاميلي كوتشينج رانيا، لان في كثير كلنا اهل وبنعرف ايامات عندنا مشاكل صغيره بس بتوجع، يا بين الاهل والاولاد يا بين الاولاد مع بعض، او كيف الاهل يتصرفوا وياخذوا قرارات لاولادهم كمان. صحيح. فبالكوتشينج كثير بكون كذا شخص تكبر المشكله اسرع. مزبوط. افضل نوقفها بالاول. طيب لايف كوتش والكوتش ذا كوتش. لا لايف كوتش ولايف جارد. لا لايف جارد عم بيعمل حد اليوم. لا بتعرفي شو قصة لايف جارد؟ لا لانه تانينج وما تخافي. تانينج. لانه كانت عم تقول لي قبل شوي اخذ لون، قلت لها ما انت لايف كوتش انا لايف جارد، عشان هيك اخذ لون. لك انت الكوتش كله سوا. لا بتعرفي بالموضوع اللي عم تحكوا فيه، اهم سي اوز بالعالم، اهم ديفلوبرز بالعالم بياخذوا لايف كوتش، لانه دائما في محل للامبروفمنت، والبريزنترز كمان اكيد دائما في محل. اوبرا كانت سباقه بهالموضوع، دائما في محل فور امبروفمنت اند فور ديفلوبمنت. نحن رح نبلش، بدنا نقول للمشاهدين تابعونا لحتى يعرفوا كل مواضيعنا لليوم، خليكم معنا وقفه ومنرجع. نبدأ نهارنا دايما بأخبار الساعة، أخبار اجتماعية فنية من لبنان ومن كل أنحاء العالم. رح نبدأ اليوم بإقرار معاهدة تاريخية بشأن العنف والتحرش بمواقع العمل. أقرت منظمة العمل الدولية مؤخرا أول معاهدة دولية بشأن العنف والتحرش بمواقع العمل، بتنص على مبدأ المعاقبة على هالأفعال. بقرار كان محط ترقب كبير من بروز حركة مي تو، أو أنا أيضا المناهضة لهالتصرفات، واعتمدت هالمعاهدة بأصوات الأغلبية الساحقة من أعضاء المنظمة الملتئمين بإطار اجتماعها السنوي. وبيت ينبغي للبلدان حاليا التصديق على هالنص لحتى يصير عنده طابع ملزم، ومن المفترض بانه تدخل الاتفاقيه حيز التنفيذ بعد سنه تقريبا من مصادقه دولتين عليها. وهالاتفاقيه ثمرت مسار طويل اطلق سنه 2015 بهالمنظمه الامميه يلي بتضم الحكومات واصحاب العمل وممثلي النقابات من 187 دوله، غير انه الزخم ازداد بدفع من حركه انا ايضا بحسب
حسب ما قال للإعلام المدير العام للمنظمة جاي رايدر، وأبصرت هالحركة المعروفة بالإنجليزية باسم ميتو النور سنة 2017 نتيجة الفضيحة، فضيحة المنتج الهوليوودي النافذ هارفي وينستين يلي اتهمته أكثر من 80 مرأة بانتهاكات جنسية. وبتنطبق هالاتفاقية على الأعمال العنف والتحرش يلي تمارس ضمن علاقات مهنية أيضا يلي بتشمل أو يلي بتكون بأماكن عامة وأخرى خاصة لما بتكون مستخدمة لأغراض العمل، فضلا عن الرحلات بين مواقع العمل والمساكن وحتى المراسلات الإلكترونية. وبيقر النص بأنه أعمال العنف والتحرش بتطال النساء والفتيات على نطاق أوسع بكتير، وبينبغي للبلدان اللي بتصدق على النص بأنه تعتمد سياسات لرفع الوعي بها الصدد وتشريعات لحظر هالممارسات بأماكن العمل، فضلا عن اعتماد آليات رقابة ومعاقبة. معناتها هون عم بحطوا المسؤولية على اثنين، مش بس قانونية ولكن اجتماعية ومجتمعية على هالأشخاص ليرفضوا. رح ننتقل لأستراليا. نهار السبت استيقظ أكثر من 1900 شخص بكير نهار السبت تيصبحوا بدون ثياب بأحد أنهر ولاية تاسمانيا الأسترالية رغم البرد القارس. يقام هذا الحدث السنوي بيوم الانقلاب الشمسي الشتوي، وهو أقصر نهار بالسنة بنص الكرة الجنوبي. وبهذا العام شارك عدد قياسي من الأشخاص اللي ما كانوا لابسين إلا غطاء أحمر مثل ما شايفين بالصور على راسهم، وهن عم يسبحوا بمياه نهر ديروينت. تقام فعالية السباحة بدون ملابس للعام السابع، وهي جزء من مهرجان دارك موفو الشتوي للموسيقى والفن يلي بيستمر 3 أسابيع وبيتضمن معارض فنية وعروض صوت وضوء وحفلات موسيقية بأنحاء مدينة هوبارت عاصمة ولاية تازمانيا. ننتقل سريعا لتاني خبر لليوم عن إيطاليا، منتابع بالبحر بس عم نحكي عن السيرفينج. افتتح امبارح او اول امس بميلانو حوض لركوب الامواج، وهو الاول من نوعه بالبلد والاكبر بالعالم. تصنع فيه موجات اصطناعيه بتخلي الشغوفين بهالرياضه انه يمارسوا هواياتهم دائما. وصار من الممكن ركوب الامواج على بضعه كيلومترات من وسط المدينه يلي بتوقع بشمال ايطاليا وعلى بعد 150 متر كيلومتر عن البحر. سبق وطبق هالمفهوم تقريبا من 40 سنه ببلدان كثيره مثل الولايات المتحدة وأستراليا وإسبانيا وماليزيا ودبي، وأكيد تصنع بمجمع سنودونيا بويلز أكبر موجة اصطناعية بالعالم ببحيرة بتمتد على 300 متر. حلو. صياد محترف لقى سمكة ذهبية عملاقة طولها 91 سنتيمتر ووزنها 14 كيلو ببحيرة برينارد الأمريكية. ووضح الصياد جيسون فوغيت أنه عرف أن سمكة ضخمة من نوع بافلو فيش يلي عادة ما بتكون رمادية غامقة، وعادة بيكون لونها رمادي غامق، ولكن ألوان السمكة البرتقالية المكتشفة أصابته بالحيرة فعلا. مشان هيك اتصل بعالم الأحياء بجامعة ولاية نورث داكوتا أليك لاكمن يلي فحص السمكة وقال إنه عمرها على الأقل 100 سنة. بيعتقد عالم الأحياء إنه طفرة جينية ممكن هي تكون سببت إنه يتغير لون هالسمكة للون ذهبي فريد. 100 سنة. هلا رجع قال صياد انه لو عارف انه هي نادره هالقد اكيد ما كان صيادة. اكيد. عشرات القطارات بتتعطل باليابان بسبب بالزعق. تبين المشغل قطارات ياباني بانه السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي اللي عطل حركه عشرات القطارات الشهر الماضي واخر 12,000 راكب هو بالزعق. كان التيار الكهربائي انقطع ب 30 ايار بعده خطوط قطارات بتشغلها احدى الشركات الخاصه، واضطرت هالشركه الى الغاء 26 رحله، اخرت رحلات اخرى، وهالشيء تسبب بفوضى عارمه بشبكه قطارات معروفه بفعاليتها ودقه مواعيدها.
أعلنت الشركة أخيراً بأنه كشفت عن سبب هالحادثة، وهو بزاقة دخلت لعلبة التحكم الكهربائي بالقرب من سكك الحديد. وقال أنه كنا عم جرب نبحث كثير عن شو يلي صار لحتى تعطلت هالعلبة الكهربائية، وهي طلعت أنه بزاقة نافقة ماتت وعلقت بقلب العلبة. هي حادثة نادرة بحسب الناطق باسم الشركة، يلي أوضح أنه منواجه كتير أحيان حالات تصادم بين قطارات وحيوانات، ولكن ما شهدنا ولا مرة حيوان هالقد صغير ممكن يعمل هالقد مشاكل. رح تقل سريعا لصورتنا اليوم. تفاجأوا سكان منطقة سميث ماونت ليك بولاية فيرجينيا بأمريكا بغيوم قطنية بيضاء على شكل أمواج البحر. شو حلو هالمشهد. هيدي الزهرة الغريبة اللي معروفة باسم أمواج كلفن هالموتس نادرة جدا، وبتتكون خلال الأيام العاصفة أو الغير مستقرة مناخيا. ألو، هيدي كانت أخبارنا لليوم. رح منتبع نهارنا، مننتقل لأوتو فوكس ومنرجع.